السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شباب في فيديو جديد من جي فور جي. النهاردة هنشرح برنامج بخصوص الأندرويد أو أبليكيشن واف. هل واف نصاب؟ هل واف بيضحك على الناس؟ هل واف فعلا بيدي فلوس؟ يا شباب، واف بيدي فلوس فعلا، وأنا شحنت منه قبل كده كارت وهوريكم دلوقتي واف وطرقه وحواراته وكل حاجة. يمكن انا اتكلمت عن البرنامج ده قبل كده، لكن حبيت اتكلم عنه مرة تانية، بس المرة دي المختلف ان انا هوريكم ازاي خدت الكارت وازاي شحنته. باختصار يا شباب، انا شحنت كارت او اشتريت كارت جوجل بلاي. شركة واف، تعالوا نقول كده باختصار، هي شركة دعاية. في شوية شركات بتعلن عن منتجات ليها او برامج ليها او خدمات جوه برنامج واف ده، وبرنامج واف بيبدأ يسوقها لحضراتنا من خلال سنتات بسيطة جدا، وسنت على سنت بيبدأ تجمع الدولارز. الموضوع سهل ومش محتاج فيديو اساسا، بس انا قلت لازم يعني ادعم الموضوع بفيديو، علشان في ناس كتير بتسأل على موضوع الشحن المجاني وكده. علشان تبقوا فاهمين يا شباب، مفيش حاجة اسمها شحن مجاني. لو عايز تشحن فعلا وما تدفعش فلوس من جيبك، لازم تتعب جامد جدا. ده الاكاونت بتاعي يا شباب. الاكاونت بتاعي انا بنيته بصراحة، او جمعت الكارت اللي جمعته قبل كده من خلال حاجتين. اول حاجة دعوات الاصدقاء، وثاني حاجة هي الاعلانات المحلية. الاعلانات المحلية بدون تغيير الاي بي ادرس او استخدام اي برنامج لتغيير الاي بي. دلوقتي هندخل في الريوردز هيستوري ده في الايميل بتاعي. بندخل في الريورد، بيديني كل سنت جالي عن طريق ايه. هو المفروض الوان دولار بيساوي 30 سنت، بس هم هنا ليهم حسبة تانية، الدولار بألف سنت. بس ليه معلومة ليك، يعني الدولار بيساوي 100 سنت، زي الجنيه ما بيساوي 100 قرش. دلوقتي الريورد هيستوري، ازاي انا جبت الدولارز بتاعتي او السنتس بتاعتي موجودة هنا، من خلال دعوات الاصدقاء. كل دي دعوات اصدقاء، وفي حاجات من الاعلانات زي ما قلت لكم الاعلانات المحلية، حذاري ثم حذاري استخدام اي بي ادرس او برنامج لتغيير الاي بي ادرس. ليه يا شباب بحذركم من الموضوع ده؟ لان انا جربته، غيرت الاي بي بتاعي من مصري لامريكي، وغيرته من امريكي حتى من قصدي مصري لالماني، وغيرته كذا مرة. جه خصم لي كل الدولارز وكل الفلوس اللي انا خدتها عن طريق تغيير الاي بي، وساب لي الفلوس اللي جاي عن طريق دعوات الاصدقاء والاعلانات المحلية. باختصار، استخدم الاعلانات المحلية ودعوات الاصدقاء، هي دي اللي فعلا هتمشي معاك وتكمل معاك للاخر، وتجمع بيها المبلغ اللي انت عايزه. دي كل الفلوس اللي انا جبتها من خلال واف، سواء كانت من اعلانات او من دعوات الاصدقاء. بندخل بقى هنا يا شباب الجيفت كود تشيك. ده جيفت كود بتاع جوجل بلاي، انا كسبته وجمعت ال 11 دولار، واداني الكود ده. بمجرد ما ان انا بدلت ال 11 ونص دولار، كارت الجوجل بلاي بسعر 10 دولار سعره 11.5 دولار، بس ده طبعا مشحون، ومشحون من مدة كبيرة جدا. نرجع تاني يا شباب، ده الريورد هيستوري زي ما قلت لكم، وده البي اوت هيستوري. بي اوت يعني الاستبدال بقى، الدفع. عشان انا جمعت 11.5 دولار وعايز ابدل الهدية، او ابدل 11.5 واشتري كارت الجوجل بلاي. كارت الجوجل في الاول زي ما قلت لكم هنا كان ب 11.5 دولار، البي اوت كانسلد، لغولي الطلب بتاع الاستبدال، علشان انا استخدمت الفي بي ان. الفي بي ان زي ما قلت لكم هو البرنامج اللي بيغير لك الاي بي من مصري لامريكي، او من سعودي لغير سعودي، بيخليك يعني في بلد غير بلدك من الاخر، لكن ده ما بينفعش. اللي حصل ساعتها ان انا كنت محوش حوالي 11.6 دولار، واللي حصل ان هم خصموا لي الفرق اللي انا كنت جايبه من خلال استخدام الفي بي ان. انا كنت جايب الفي بي ان حوالي 3 دولار. اللي حصل يا شباب ان هم شالوا ال 3 دولار من ال 11.5، بقى معايا حوالي 8، وسابوا معايا ال 8 وخدوا ال 3 اللي انا كنت جايبهم من خلال الفي بي ان، وبدأت احوش عليهم من جديد بالحلال يا شباب، ومن غير اي في بي ان ولا الكلام ده. وادي الكارت بعد ما بدلته، الكارت بقى خلاص اتبدل 11.5 بي اوت كومبليتد. ونرجع هنا زي ما قلت لكم هنلاقي الكارت بتاع جوجل بلاي. طبعا خدت كوبي بمنتهى السهولة، مش عارف هو في ايه اهو،
بناخده كوبي كده وبندخل نستخدمه في المتجر بتاع جوجل بلاي بشرط ان الجوجل بلاي بتاعك يكون محول امريكي. طب واحد هيسألني اشمعنى امريكي؟ لان هقول لحضرتك هنا الجوجل بلاي الكارت ده يو اس بين قوسين كده يو اس يونايتد ستيتس، يعني الكروت دي كروت امريكية. لازم متجر جوجل بلاي تبع الموبايل بتاعك يكون محول لامريكي. وكتير جدا طرق موجودة على اليوتيوب لتحويل الايميل من مصري الامريكي او من سعودي الامريكي على حسب البلد اللي انت مقيم فيها. طيب باختصار، عايز اجمع ال 11.5 دولار بالحلال زي ما احنا اتفقنا علشان محدش يمسك لي على حاجة. زي ما قلت لكم يا شباب، هو مفيش حاجة محدش يضحك عليك، واقف برنامج محترم انا جربته، بس حاجتين اللي تعتمد عليهم: الاعلانات بدون استخدام في بي ان، يعني الاعلانات المحلية، او ان حد يبعت لك دعوة. وطبعا علشان حد يبعت لك دعوة هو استخدام البرنامج للشخص ده، بمعنى ان انت بتدخل هنا وبتدوس على كلمة invite friend، بتلاقي invite code، ده الكود بتاع حضرتك اهو، بتاخده كوبي وبتوزعه على كل الناس او كل اصحابك اللي لسه بيستخدموا برنامج واف لاول مرة. اول ما بيفتحوا البرنامج بيظهر لهم بيقول لو ادخل الكود بتاع الدعوة لو انت حد عامل لك دعوة، بتكسب ثواب في الراجل دوت وبتكتب الكود بتاعه، هو بيكسب 300 سنت وانت كمان بتكسب 300 سنت كبداية للبرنامج. وبعد كده كل 300 سنت بتبدأ تجمع مبلغ كويس. طبعا يا شباب الكود اللي انا جبته دوت هو بفضل المشتركين وبفضل الناس اللي كتبت الكود بتاعي. انا لو كنت اعتمدت على الاعلانات المحلية ما كنتش زماني جمعت 5 دولار على بعض اساسا، ده 5 دولار كتير حتى. لكن دعوات الاصدقاء بصراحة هي اللي سندتني وخلتني اجمع اول كارت ليا في واف، وديني بحاول ان شاء الله اجمع الكارت التاني. جمعنا منه دلوقتي 251 سنت و3 دولار، يعني قربنا شوية. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو عايزين تكتبوا الكود بتاعي يا ريت، انا ابقى سعيد جدا. يا رب الفيديو يعجبكم واتمنى لكم الخير والتوفيق جميعا، وسلام.